أقام مضيف عشيرة الجنابيين مضيف الوحدة الوطنية تجمعا لشيوخ وجهاء العشائر الكريمة من أغلب المحافظات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عدد من الشيوخ والوجهاء أوضحوا أن هذا العيد يأتي بعد سنوات من الأزمات وجائحة كورونا والتي منعت التزاور والتجمعات، مؤكدين على وحدة جميع أبناء العراق في مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد، ومعربين عن أملهم في عودة جميع النازحين لمناطقهم. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أقيم اليوم تجمع عشيرة الجنابيين في مضيف الجنابيين مضيف الوحدة الوطنية. اعتاد هذا المضيف على إقامة التجمعات بمناسبات الأعياد والأفراح والمناسبات الأخرى، ويأتي هذا العيد اليوم بعد سنوات من انقطاع بعد جائحة كورونا التي منعت التواجد ومنعت التجمعات. فاليوم يأتي هذا العيد بعد انحصار موجة كورونا، ولله الحمد اليوم نشوف كل أبناء العراق موحدين ويلتقون في الأعياد لتبادل التهاني والتبريكات. يسعدني أن أقدم تهاني والتبريكات للشعب العراقي بصورة عامة، لأبناء منطقتنا ولعشيرة الجنابيين بصورة خاصة. حقيقة هذا التجمع دوري في كل مناسبة، في كل الأعياد والمناسبات يكون مثل هذا التجمع الكبير، حيث يحضر أغلب الجنابيين كافة محافظات العراق لتقديم التهنئة إلى شيخهم ومناسبة للتباحث في أمور عدة. وإحنا أيضا في هذه المناسبة العزيزة نتمنى من الله العزيز القدير أن يمن على عمامنا الجنابيين بالعودة إلى منطقتهم جرف الصخر اللي فارقوها لسنوات عدة بدون سبب واضح. تقدم بأحلى التهاني والتبريكات إلى الشيخ عدنان عبد المنعم الرشيد والعراقيين كافة بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، وعلى شعبنا العراقي الصابر. من محافظة النجف الأشرف كما هم أولاد عمومتنا من كل المحافظات فرات الأوسط والجنوب، نلتقي اليوم وبمناسبة العيد السعيد لنعطي شحنة جديدة لتعزيز الوطنية في نفوس الجنابيين وفي نفوس العشائر الأخرى. فهذا اللقاء لقاء وطني غير مقتصر فقط على جهة أو منطقة، وهذا ما دأب عليه المضيف العام بقيادة الشيخ عدنان عبد المنعم الرشيد، حيث حرص على أن يكون هذا المضيف مضيف وحدة وطنية. فعشرة الجنابيين على استقبال المهنيين بالمناسبات الدينية وخاصة مناسبة عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك. من خلال هذه المناسبة تجتمع يعني أبناء عشرة الجنابيين من كافة المحافظات بالإضافة للعشائر المجاورة لتقديم وتبادل التهاني فيما بينها، وهذا هو الأمر يعني معروف، هي إحدى تقاليد العربية الأصيلة اللي موجودة بين عشائرنا الكريمة.